السلام عليكم ورحمة الله. اليوم عندنا شروة مزعجة 5000 قطعة أقل كمية، الكمية متوفرة تقريبا 15000 قطعة، القطعة بنص دولار. شوف نظافة البضاعة 90%، البضاعة هي جديدة بس شنو مثل ما تشوف بضاعة مشمرة. شوف مشمرة، احنا هسه راح نجيب عمار وراح نحسبها كجودة. الخامة مالتها اوكي لا بس بيها، طبعا شورت رجالي ما بيها اي ضمان، هاي الشروة ما اعطيك بيها ضمان، هي شروة مزعجة كلش تمام. القطعة بنص دولار كل شيء بيها، مو ياها مو ياها، لا 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 مو ياها، غير خل نفس الشيء خلاص. هذا شورت، شوف هذا هم شورت، حتى القياسات ولادي بناتي كل شيء بيها. لا هي جينز، هذا مو ياها، هذا شورت. البضاعة جديدة تمام، لكن بدون تغليف ومزعجة ومختلطة، وما انطيك بيها اي ضمان، لا انطيك بيها ضمان الجودة ولا انطيك بيها ضمان الاحجام ولا قياسات، بضاعة بدون ضمان، اكيد ضمان التوصيل فقط. يعني هسه هذا بنطرون حلو جميل بنص دولار، قطعة بنص دولار، 15000 قطعة تقريبا عندنا مو متأكدين. شوف هذا رجال. كل شيء بنص دولار، نفس الشيء نفس الشيء. خليني انا كم شوف شوف. بيها شورتس، بيها بناطير، هاي جزء من الموديلات، وبعدك موديلات بغير مكان، الموديلات اللي بغير مكان اكبر بس هي مختلطة. شوف يعني هسه هذا جديد هو والكارت مالته. هي المشكلة مثل الواحد مثل يفتح 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 يفتح، تتحول من بضاعة جديدة إلى بضاعة زبالة، لأن يعني يفتح ويدب القاع. هاي شوف الموديلات، أنا قبل شوي فتحت هاي الموديلات. شوف هذا كتان البضاعة، هاي هنا عندهم مصنع طابق الجوا، مصنع فيصنعون حسب ما سعرتهم انا بس اعتقد. حلو ها يعني هسه هذه، شوف هاي الشدة كلها شورتات رجالي كلش حلو. هاي شوف هنا وين الحزام مالت هذا، شلون اللبس عجيب. اوه لاستيكه، اوه لاستيك، اوه هذا كبير، هذا لاستيك. اقول وين ماسك الحزام مالته. شروه مزعجه بدون ضمان، القطعه بنص دولار، لا ضمان الجوده ولا ضمان اي شيء انطيك، فقط ضمان تو تدفع فلوسك بضاعتك توصل لك. هذا نسائي، هذا نسائي نفاق بهم. شوف هذا نسائي، هذا نفسه. اكو بها قطع بيضة اصلا طالعة وسخة، شوف هذا ابيض وشامرينه هنا، شوف ايش صاير بيه، شفت شلون؟ خليه مو عيب صناعي، هذا هذا وساخة من ورا القاع، عرفت شلون؟ شوف هذا شورتات مبين واضح، كل ما تطلع اكثر كل ما يطلع موديلات اكثر. شوف هاي بناطير، هذا كتان، قطعة بنص دولار اقل كمية 5000 قطعة، هذا مقطن 99% جينز بس طالع عندنا غير شي كتان غيره. البضاعة شي على شي رخيص، سعرها رخيص بس البضاعة مو كلش حلوة. مع الموديلات مالتها فيديو تعال شوف، شوف هاي قبل لا يغلفوا يعني قبل لا يجيبوها هنا من المصنع، كلش هواي موديلات. هي نفسها هسه هاي بشلفان مثل ما تشوفون، هسه هاي الشروة بشلفان كل شيء بيها، يعني بيها كبير بيها صغير بيها جينز، عرفت شلون؟ انا طلعت لكم البرمودات على مود اسوء شيء، اسوء شيء يطلع عندك الشورت، عرفت شلون؟ البضاعه بيها هواي موديلات ما انطيك بيها ضمان، يعني يطلع وسخ يطلع مزروف يطلع كل شيء، بضاعه بدون ضمان، القطعه بنص دولار بدون ضمان، انا مرات اقول لك ضمان مرات اقول لك بدون ضمان، هاي البضاعه ما عليها ضمان. والسلام عليكم ورحمه الله.